إياك وما يعتذر منه. دعا حذيفة بن اليمان ابنه عند موته فأوصى إليه وقال: يا بني، أظهر اليأس مما في أيدي الناس فإن فيه الغنى، وإياك وطلب الحاجات إلى الناس فإنه فقر حاضر، وكن اليوم خيرا منك أمس، وإذا أنت صليت فصلي صلاة مودع للدنيا كأنك لا ترجع إليها، وإياك وما يعتذر منه.